السلام عليكم أخواتي إخواني متابعي قناة صحة الغذائي. اليوم سنتناول موضوعا يهم مناعة مريض القلب وعلاقة هذه المناعة بالنوم. إذن هل النوم الكافي وتقليل التوتر كذلك يقوي مناعة مريض القلب؟ إذن فالنوم الكافي أخواتي إخواني وتخفيف التوتر، حيث تؤكد رابطة القلب الأمريكية أن الإجهاد المزمن يمكن أن يكون له أثر جسدي سلبي على مريض القلب، يمكن أن يضعف الجهاز المناعي لديه. الواقع أن كلا من التوتر النفسي والقلق والاكتئاب يؤدي إلى خفض مستوى النشاط مناعة الجسم لدى مريض القلب، وإلى سهولة الإصابة بالأمراض المعدية والتأثر بالملوثات البيئية، كما أن من أولى خطوات معالجة إصابته بالأمراض الميكروبية اللجوء إلى الراحة وتجنب الإجهاد النفسي والبدني. وتفيد المصادر الطبية أخواتي إخواني بأن هناك تأثيرات مباشرة وغير مباشرة لهذه الاضطرابات النفسية على مناعة الجسم وعلى حالة استقرار في أمراض القلب لدى مريض القلب، منها ما يحصل عبر تأثيرها على راحة النوم والحرص على تناول الغذاء الصحي وممارسة النشاط البدني، وكذلك الحرص على تناول الأدوية التي يصفها له الطبيب لمعالجة المرض القلبي لديه. وتضيف رابطة القلب الأمريكية أن التأثير الإيجابي للنوم ليس فقط على صحة القلب ولكن أيضا على هرمونات الإجهاد ونظام المناعة لدى مريض القلب. وتضيف مصادر طب القلب أخواتي إخواني أن نوم مريض القلب البالغ ما بين 7 إلى 8 ساعات بالليل أمر مفيد للغاية في ضبط عمل القلب والدورة الدموية وجهاز مناعة الجسم. والدراسات التي تناولت أخواتي إخواني شأن أهمية النوم الليلي ولمدة كافية منه أثبتت أخواتي إخواني جدوى ذلك في رفع مناعة الجسم وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة كأمراض شرايين القلب والسكري والسمنة وربو أي الدقة وغيرها. وتشير المصادر الطبية إلى أن الدراسات المقارنة أثبتت أن النوم الليلي يسهم في تقليل الإصابة بالنزلات البرد وغيرها من الأمراض الفيروسية والبكتيرية، وفي تسريع معالجتها، وفي رفع قوة استجابة الجسم لأنواع لقاحات الأمراض المعدية. ولذا أخواتي إخواني فإن أولى العناصر التي من المهم العناية بها بالإضافة إلى ممارسة الرياضية طبعا وتناول الأغذية الصحية إعطاء الجسم قسطا كافيا من النوم الليلي وتخفيف كذلك التوتر النفسي. وحتى لا أطيل عليكم أتمنى لكم دوام الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
Thank you.